المعلمون وبعد أكثر من 8 أسابيع من إضرابات دورية 3 أيام في الأسبوع وبعد وقفات احتجاجية كل يوم 2 يقررون تعليق الإضراب واستئناف الدراسة بداية من الأحد. قرار التعليق جاء بعد لقاء المعلمين بممثلين عن وزارة التربية الوطنية الخميس، حيث أبدت فيه الوزارة الوصية موافقة جدية على تسوية أغلب المطالب التي تمسك بها الأساتذة طيلة فترة احتجاجهم. منذ 6 أكتوبر الماضي وتحت شعار صامدون صامدون، لم يتوقف معلمو الطور الابتدائي عن التجمهر أمام مقر وزارة التربية الوطنية برويسو بالعاصمة، قادمين من مختلف ولايات الوطن. فرقتهم المسافات لكن وحدتهم الانشغالات والمطالب، وبصوت واحد لا خضوع لا رجوع. الوزارة تستدعيهم في لقاء لأكثر من 13 ساعة لم يسفر عن أي نتيجة، وهو ما فتح باب التصعيد في صفوف المعلمين الذين قرروا الإضراب لمدة 3 أيام في الأسبوع. وأكثر من ذلك، وصل التصعيد لغاية مقاطعة امتحانات الفصل الأول، وهو ما زاد من تأزيم الوضع في الطور الابتدائي. وتفادياً لمزيد من التعقيد، سارعت وزارة التربية الوطنية للقاء المعلمين الخميس، تمكنت من خلاله من إذابة الجليد وإقناعهم بالعدول عن الإضراب، وهو ما سينهي الأزمة في الطور الابتدائي ويعيد المياه لمجاريها.